رز سكسير لازمنا حليب، كاكاو، طحين، سكر، زبدة، بسكويت وجوز الهند. أطفال يا حلوين نعمل سكسير بوزة. أوكي يا حلوين بدنا نعمل يس، بس بدنا نحطه بالفريزر بس نحلص التانيين. بوزة بتصير. لازمنا حليب، كاكاو، طحين، سكر، زبدة، بسكويت، جوز الهند. وانتبكيش، ليتس جو. أول شي لازمنا حليب، وبعدين لازمنا كاكاو، لازم مكونات حليب، وبعدين لازم نحط كاكاو. بس خلصنا حليب، هلا ما خلصنا يا حليب. حط حليب، بتقول مكونات، انا بحط حليب. قد ايه لازمنا حليب يا جوجو؟ كاستين حليب. كاستين وطلعوا هذا كاكاو وهذا طحين وهدول كل شيء لازمنا. برافو يا سمير، شوف قد ايش شاطر سمير. جواته اشوفه. هاي يا حلوين، نحن ما بنشعرفن، بس نحط خدو خدلان مع طول. كمان لازم نحفظ. هاي يا حلوين، انا بفتح الكاكاو، هذا جديد. ليش عم تضايق؟ هي يا سارة. رفع يا حلوين، حلوين احنا فتحنا كاكاو. صباحو يا حلو، فتحنا كاكاو. هيك بظن خلاص نطلعو. هيك هلا لسه بدها توسي كمان. قرب ايدك بقلب الطنجرة. هيك انا راح احط الشلاجات. حاجه ايوه جاد، ما لازم نغزك. لا لا يا حلوين، طلعوا ادوني فقاعات بس ما بنطقوا ابدا. يا فاي يا حلوين، راح نضيف سكر. ما بتعرف راح توقع فرن. حاجة؟ لا ما تعرف تحط شيء. حاجة؟ هلا خلصنا هذا. اوكي. يا حلوين، أحلى شيء هذا، وأحلى شيء جوز الهند. يا حلوين، لا هلا صاروا نشعل الفرن ونحط البسكويت. بس هيدي اذا صاروا طلع هدول هنيك البسكويت. فقاعات ما بنطقوا هنيك البسكويت. لازم تحطوه يا حلوين. هلا انا حط حاجه. يا حلوين طلعوا كسرته. يلا كسر بسكويت حطه بالقالب. برافو عليك يا جوجو. هاي بدها تكسير اكثر. اوكي جاد عم يكسر البسكويت. هلا شكل دائري ماما. تجوز وصلوا لي هون، كان في بول هاي تحت السندادة. نفذ بعدين اكمل. لازم يكون الواحد المكسر، لازم يكون الخليط لونه براون غامق. اذا صار كاشف بعدين راح يصير مره ثانيه. انت بتحبها للسوكسي؟ اي هذيك مره وهذيك مره هي كانت. عفاية يا حلوين،
فايح ويلزمك شوية كاكاو وشوية طحين وحصي بعدين ربعه. ريحته طيبة. لسه في خبر. ريحته لسه ما طيبة. يامي يامي. طيبة سوسو؟ خلاص. فايح صارت جاهزة. مين أشطر؟ واو يا فاية حزين. هلأ رح نضيف وحضيف فوق القالب هون هو أسكر يا حزين. هلأ نحط الحليب فوق القالب بس ما تكبوا عليكم اوكي بيموت بعدين. برافو عليك. انت جاهز؟ بس نصير كمان بس نصير كمان نهار على لازم نميله صدور يعني حبيت لان ما حكيت عيدي اني راح نصطي. حنضيف جوز الهند شوي صغيره مو كتير. رشي ماما رشي بس. انت رس؟ انت بدك ترش؟ اعطيني لوتت ايديك؟ واحدة فضل جوز الهند. رش جوز الهند؟ ايمن خلاص ما حطه قدامك. يا فايا حلوين هلا بدنا نكبسه وتزعني على جوز الهند. صحن فايا حلوين بلشنا نخلص. يا فايا حلوين احنا خلصنا نحط هلا بالفريزر. انت مو حطيت هذا صار دوري انا بس لا صحنت. انت دورك تاكله. وتقيل شوي شوي حبيبي حطيناه بالفريزر. فايا حلوين هلا راح نستنى 4 ساعات. 4 سبسكرايب. مين طبخه اطيب سمير ولا جاد؟ جاد. سمير اسم سمير. سمير اطيب ولا جاد؟ انا مو انا كسرت البسكويت اللي حطيت اطيب. صح بتكسر لنا البسكويت.